هاشتاغ كوني دنيا بطمة ما زال مستمر، وعدد كبير من النساء يتداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا في الصفحات والمجموعات النسائية. هذا الوسم جاك خلاصة لكل ما كتمر منه الفنانة المغربية دنيا بطمة والفنانة شيرين من مشاكل كثيرة على مستوى حياتهما الشخصية. فالأولى رفعت عدد من الدعوات ضد زوجها المنتج البحريني محمد الترك، واللي أبرزها دعوة الخيانة الزوجية مع المسمات وصال. وغير هذا الأمر، فقضية دنيا بطمة توسطها عدد من التفاصيل والتطورات الصعبة جدا، واللي استقبلتها دنيا بشخصية تبان للعيان أنها شخصية صلبة قوية وكل ما يحدث ما مؤثرش فيها كاع، ذلك أنها مازال مستمرة في مسارها وحياتها المهنية بشكل طبيعي. في المقابل تتعايش شيرين عبد الوهاب سلسلة متواصلة لم تأب الانتهاء، كل يوم تطور جديد أو حدث يزيد من تعميق القضية، مشاكل مع عائلتها اللي خسرت مرضها مولد رزقها الوحيد، ناهيك عن باقي الصراعات العائلية اللي أتت من وراء زوجها حسام، زائد مشكلة إدمانها على المخدرات. كل هذه الأحداث أودت شيرين داخل أسوار المستشفى لتتلقى فيه العلاج المناسب لحالتها، ومن ذلك الوقت فحالتها حسب آخر الأخبار لم تزدد سوى سوءا. وبالتالي فقد أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا السياق على صلابة دنيا بطمة وكيفاش استطاعت أنها تسير مشاكلها مع زوجها محمد الترك، لكن الملاحظ أن دنيا بطمة لم تحظى بنفس الدعم من الفنانين كيف موقع مع الفنانة شيرين اللي ما زالت تعاني وتتقاوم من داخل المستشفى بسبب قصة حب قيل أنها قصة مسمومة وأن طليقها الفنان حسام حبيب دمرها. وبالتالي فقد أعلن عدد كبير من الفنانين العرب تضامنهم مع شيرين ودعمه لها ومساندتهم النفسية، مؤمنين أن شيرين تستطيع أن تتجاوز كل ما حدث وأنها تعود أقوى من السابق. قوة شخصية دنيا بطمة وصلابتها واختيارها باب القضاء لإنصافها وتعاملها الذكي مع مشاكلها حطها في صورة ورمز امرأة مغربية قوية فأعلن الكثيرين من زملائها في الوسط الفني وجمهورها الكبير اللي تتابع تطورات حياتها المهنية والشخصية دقيقة بدقيقة. كوني دنيا بطمة ليس فقط وسم لدعم الفنانة، بل هو رسالة لكل امرأة تعاني في صمت، وجب عليها ما تستسلمش وتقاوم وتخرج عن صمتها، ومع مرها تعطي فرصة لرجل كيف ما بغي يكون يحطمها أو يحطها في وضعيات تتفرض عليها أنه إلا خرج من حياتها كل شي عندها غيضيع وغيتدمر، وبكل بساطة لأنه هو محور الحياة. كوني امرأة قوية عندها مبادئ ومشاغل في حياتها هي بوحدها اللي دايرهم وواقفة عليهم.